بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الرسالة الرابعة لأخي في الإنسانية الملحد، وأسير على نفس المنهاج، كل ما يحقق لي المصلحة والفائدة والسعادة سأتبعه بغض النظر. إذا كان لديك أي شيء يحقق لي السعادة دلني عليه. الآن سأتعرض لموضوع مهم جدا يغفل عنه الملحدون، وكل من يدخل في الإلحاد أو يشكك أو يشك في الدين ولديه مشروع أن يصبح ملحدا يغفل عن هذا الموضوع المهم. أيها الأحبة، المريض، مريض سرطان، مريض في عاهة مستديمة، مريض نتيجة حادث، إنسان أشرف على الموت، المرض له أنواع كثيرة، مصاب بكورونا مثلا وقد يموت ولا يعلم، ماذا يقدم له الإلحاد وماذا يقدم له الإسلام؟ أنا أريد أن أعمل مقارنة وأقف أنا على الحياد، ولكن أنا سأعتبر نفسي إنسان يعني يتبع مصلحته الشخصية. أريد أن أتبع ما يحقق السعادة والطمأنينة لي والحياة المطمئنة. طيب، الإلحاد ماذا يقدم لإنسان أصيب بالسرطان؟ لا شيء، استسلم لمرضك فقط، ليس لديه أدوات أو وسائل يقدمها له، لأنه لا يؤمن بوجود الله ولا يؤمن بالأمل بالله، ولا يؤمن، ليس لديه ثقة بالله ولا لديه ثقة بالأدوات المتاحة لديه، وسائل العلاج المتاحة. طيب، وسائل العلاج، هناك بعض أنواع السرطان تكون صعبة، أو سرطان يكون قد استشرى في الجسد ميؤوس منه. طيب، ماذا يقدم لك؟ لا يستطيع، يجعلك تئن وتتألم وتيأس وتموت ببطء دون أن يقدم لك أي شيء. طيب، إنسان أصيب بحادث سبب له كسورا وعاهات مزمنة مستديمة، ماذا يقدم له الإلحاد؟ لا شيء، يقول لك له هذا قدرك. طبعا هم لا يؤمنون بالقدر، يقول له الطبيعة أرادت ذلك، أو أنك لو لم تذهب في هذا المشوار لم تكن لتصب بهذا الحادث. سيخلق عندك عقدة الذنب. الإلحاد أو الملحد سيمنحك عقدة الذنب، ستبقى تشعر بالذنب، ربما تموت قهرا. لماذا سمعت كلام فلان وذهبت في هذا المشوار أو هذا السفر؟ لو لم أسمع كلامه لكنت بحالة جيدة، لو أنني لم أركب هذه السيارة ركبت تلك لكنت بحالة جيدة، لو، وهنا لو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لو تفتح عمل الشيطان. طب أيها الأحبة، من يدعوني للإلحاد يقول لي أدخل في الإلحاد. أحدهم يقول أنقذ نفسك. طيب، أنقذ نفسي من ماذا؟ من الله عز وجل؟ يعني ماذا أدخل في الإلحاد وبعدين ماذا أفعل؟ لنفرض أن هذا الإنسان أصيب بحادث، ماذا تقدمون له أيها الملحدون؟ لا تستطيع أن تقدم له أي شيء، لن تستطيع أن تعيد له عينه التي فقئت، أو يده التي بترت، أو المشاكل التي حدثت معه، عظامه التي كسرت، لن تستطيع أن تعيدها. طيب، ماذا تقدم له؟ لا شيء. الإسلام ماذا يقدم؟ يقدم الكثير والكثير والكثير، على عكس الإلحاد الذي يجعلك تشعر دائما بعقدة الذنب، لأن الإلحاد يؤمن بالسببية والأسباب. سيبقى هذا الإنسان يفكر،
لو أنني أسرعت في علاج مثلا هذا القريب أو هذا الإنسان العزيز إلى قلبي لما مات، لولا الإهمال الطبي لما مات، لو أنني لم أذهب في هذا المشوار وألتقي مع فلان لم يصبني فيروس كورونا مثلا، لو أنني لم أذهب في هذا الاتجاه لما أصابني هذا الحادث، سيبقى هذا الوسواس يعمل ويدمر الحالة النفسية ويدمر النظام المناعي، لأن النظام المناعي أحبتي في الله، المريض أكثر ما يحتاج إلى تفاؤل، هذا علميا. النظام المناعي لا يستطيع أن يعمل بكفاءة عالية في ظل التشويش والوسواس واليأس والاكتئاب. بما أنك تقول لو أنني فعلت كذا، لو أنني لم أفعل كذا لم أذهب، هذه الحالة تدمر النظام المناعي. العلماء يقولون نظامك المناعي يتحدد بمقدار تفاؤلك بالمستقبل، بمقدار تفكيرك الإيجابي. التفاؤل والتفكير الإيجابي لا نجده إلا في القرآن وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سأعطيكم هذا الحديث الذي أنا أحبه وأستريح جدا عندما أتذكره وأنا مريض في حالة المرض أو في حالة أن أصابني ضر، أصابني أذى أو أي مكروه. الحديث طبعا يؤكد أن الله عز وجل يكتب لعبد من عباده منزلة عالية جدا لا يستطيع أن يبلغها بأي عمل، لا بصدقة ولا بصلاة ولا صيام ولا أي عمل، ولكن الله كتب له منزلة عالية فيبتليه بما يكره. يكره الظلم يبتليه بالظلم من يظلمه، يكره الفقر يبتليه بنقص الأموال والأنفس والثمرات، يكره المرض يبتليه بمرض حتى يبلغه تلك المنزلة. سبحان الله، والله الواحد يصبح يحب مرضه. يعني إذا نظرنا إلى المرض على أنه اختبار من الله وابتلاء، وأن الله يحب وأن الله قدر لي ذلك وليست الطبيعة، أنا تخلصت من عقدة الوسواس، من عقدة الذنب، من عقدة لو، يمكن أن نسميها عقدة لو، لو أنني لم أذهب، لو أنني لم أفعل، لو أنني فعلت، لو أنني كذا. عندما أدرك أن الله قدر علي هذا المرض ليرفعني به عنده درجات عالية أرتاح نفسيا، وهنا يبدأ النظام المناعي ينشط. العلماء يقولون أكثر ما ينشط النظام المناعي التفاؤل، لذلك هم يضحكون حتى على مرضى السرطان ويوهمونهم أنهم في حالة جيدة وأنه سيتعافى سريعا وأن هذا الدواء مثل السحر، خذ هذا الدواء وستتعافى، وبالفعل يعطونه كمية كبيرة من التفاؤل، فيبدأ هذا الإنسان بالتفاؤل والتفكير الإيجابي فينشط النظام المناعي ويعمل بطريقة رائعة جدا. سبحان الله. طيب، هذا ما يفعله الملحدون عندما يواجهون مريضا قد استعصى علاجه على الأطباء، يعطونه جرعة من التفاؤل، ولكن التفاؤل الذي يقدمه لك الملحدون هو تفاؤل وهمي. التفاؤل الذي يقدمه لك القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام هو تفاؤل حقيقي، لأنك بالفعل ستجد هذه المنزلة عند الله، بالفعل ستجد أن الله معك. أنت كإنسان مريض، الله عز وجل يعني جعلك في منزلة عالية إذا صبرت. سيدنا أيوب عليه السلام وهو يعني كان من الصابرين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. ما أجمل هذه الآيات عندما أنظر إلى قصة سيدنا أيوب، عندما أنظر إلى صبر النبي على المرض والأذى أقتدي به ولم ييأس. طيب هذا يجعلني مفعما بالتفاؤل عندما أتأمل هذه الآيات وأعلم أن هذا المرض هو السبب في رفع منزلتي عند الله عز وجل وأنه مقدر علي. انتبه أيها الأحبة، كل شيء بيد الله، وإن يمسسك الله بضر، ليست الطبيعة وليست فلان أو فلان أو فلان، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. من الذي يريدك بهذا الخير؟ هو الله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فإذا حالة المرض التي يعاني منها الإنسان، الإسلام يقدم لك دعما مستمرا يزيل عنك الوساوس وعقدة لو التي تحدثنا عنها، لو أنني لم أذهب لم أصب، ويعطيك كمية من التفاؤل أن لك منزلة عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى، ولديك أمل في الشفاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم إن القرآن ماذا يقول؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فعندما تستمع إلى آيات القرآن، الحقيقة آيات مليئة بالخشوع، مليئة بالتفاؤل، مليئة بالتفكير الإيجابي، بالنظرة الإيجابية للحياة من حولك. يعني أنا بدلا من أن أجلس مريضا تعيسا أقول لماذا أصابني المرض ولم يصب فلان، لماذا أصابني هذا الحادث ولم يصب فلان، لماذا خلقت فقيرا وفلان غني، لماذا عقدة لماذا لماذا لماذا، فيصبح هذا الإنسان في ظل الإلحاد في حالة يأس. بينما في ظل الإسلام لا، الفقر والمرض هذا بلاء من الله، لأن الله ماذا يقول أيها الأحبة؟ ولنبلونكم. الخطاب لمن؟ هنا الخطاب لكل البشر على فكرة، الخطاب هنا لكل، ولنبلونكم يعني أيها الإنسان ستبلى، ستختبر. البلاء يعني الاختبار ببساطة، ليس شيء سيء أيها الأحبة. عندما نقول أنا مبتلى يعني ليس شيئا سيئا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا، هذا هو المعنى ببساطة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، إذن أول شيء الخوف ثم الجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن البلاء أو الاختبار سيكون عاما على كل البشرية، ولكن البشرى لمن؟ فقط لفئة واحدة، هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين، طيب ما هي مواصفات هؤلاء الصابرون؟ هؤلاء الصابرين ما هي مواصفاتهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مباشرة يستسلم لله ويقول أنا سأرجع إلى الله، لأن هذه المصائب مؤقتة، النقص من الأموال والأنفس والثمرات وهذا البلاء هو اختبار مؤقت، سأرجع إلى الله. يفكر دائما بالرجوع إلى الله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات أي عليهم حفظ وهداية وحماية ورحمة،
صلوات، الصلاة بمعنى الرحمة هنا أيها الأحبة. طيب ماذا أريد أكثر من ذلك؟ نأتي للإلحاد، إنسان مبتلى بالمرض والفقر والظلم والجوع والكذا، طيب ماذا تقدم له أيها الملحد؟ يقول لك أن تغير الكون بنفسك. هذه أسهل إجابة. لذلك نجد الملحدين هم أكثر الناس يأسا، ليس لديه أمل، أكثر الناس تفككا اجتماعيا. الإيمان يعطيك هذا الترابط، يعطيك هذا الأمل. المريض أيها الأحبة، الله عز وجل جعل ثوابا عظيما لعيادة المريض، هذا تكريم في الإسلام. لديهم في الغرب أو في ظل الإلحاد لا يوجد هذا الأمر، عيادة المريض غير موجودة أصلا، لا قيمة لها. لا يوجد في تعاليم الإسلام أنه يقول لك يجب أن تذهب إلى المريض ولو كان أباك، لا، أن تذهب وتواسيه وتلاطفه وتذهب عنه هذا الهم أو بعض اليأس أو بعض الحزن، لا لا، هذا غير موجود. لذلك نجد هؤلاء الملحدين يعيشون مثل العناكب، كل واحد لوحده، من يمرض هناك مشافي ويموت يعيش لا مشكلة. حتى تجد أن الملحد ليس لديه شيء اسمه بر الوالدين وعيادة المريض، وهذه المفاهيم أصلا غير موجودة لديهم، لا يوجد قوانين لها. لذلك الله عز وجل سيسأل كل مؤمن كان له صديق أو قريب مريض، إذا لم يعد أو يزور هذا المريض لماذا لم تعده؟ أما لو أنك عدته لوجدتني عنده. سبحان الله، يعني أنت بزيارتك لهذا المريض كأنك تذهب إلى الله. انظر إلى هذه المنزلة العالية التي منحها الله لهذا المريض. طيب أين هذا في الإلحاد؟ بالله عليكم، أنا عندما أمرض تريد أن تقول لي يعني ليس لنا علاقة بك أو أنت وقدرك أو أنت وكذا، أم أنا أحب أن يأتي من يزورني، من يواسيني، في من يساعدني على الأقل، ربما أنا محتاج، ربما المريض يكون محتاج لأشياء. الإسلام جعل زيارة المريض واجبا مؤكدا على المسلم. لا يجوز أن يكون لك أخ أو ابن أو عم أو خال أو حتى جار مريض ولا تطمئن عليه. هذه هي قوة العلاقات الاجتماعية في الإسلام أيها الأحبة. لذلك الآن تأتي في أي بلد إسلامي، المظهر العام تجد الناس متكاتفين في كل الدول الإسلامية. تذهب إلى أمريكا مثلا أو إلى بعض دول أوروبا، تجد الناس مثل العناكب، كل واحد يسير لوحده، وهذا الأمر نراه بأعيننا، لا يحتاج أن أثبت لك ذلك من خلال دراسة علمية. طيب إذن الإسلام نجح في دعم المريض وفي رفع قيمة هذا المريض وفي أن يأمر الناس من حولك أن يزوروك، أن يساعدوك، أن يمنحوك بعض الأمل، يخفف عنك بعض الحزن. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، جعل حاجة أخيك كأنها حاجة الله إليك سبحانه وتعالى، والله غني عن عباده. ولكن يريد أن يقول لك النبي مهم جدا أن تطمئن على أخيك وتساعده في الإيمان، ليس الأخ هنا ابن الأب والأم، لا، الأخ في الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. وهذه اللقاءات أنا أسعى من خلالها إن شاء الله أن نصبح أخوة. أنا أقدم لك معلومة، إذا كان لديك الأفضل أرجو أن تعطيني إياها. يعني طبعا أخي الحبيب، اتركني مما
يتم تصويره في الإعلام وتشويه وروايات وتاريخ وكلام فارغ، أنا أريد مصلحة الشخصية. بالنتيجة أنا أجلس هنا، لن يضرني إذا كان هناك فتح إسلامي أو غزو إسلامي، لن يضرني إذا كان هناك سبي أو غير سبي أو هذا الكلام كله، الروايات هذه الباطلة التي أنا لا أعترف بها، روايات وضعت لتشويه الإسلام لن تؤثر علي ولن تقدم لي خيرا ولا شرا طبعا. فأنا أريد مصلحتك الشخصية، كيف تصبح سعيدا أنت بنفسك؟ اتركني مما كتب في الإعلام وغير ذلك، اتركني مما يروج له المشككون والملحدون، وأن النبي كان كذا وتزوج طفلة وعمل كذا وقتل، واتركني من هذا الكلام. أنا الآن أريد أن أحقق لي ولك السعادة. إذا كان لديك تعاليم أفضل أعطني. إنسان مريض، متعب، فقير، ربما لا يكون لديه ثمن العلاج، ليس لديه من يساعده، نريد أن نمنحه الأمل والقوة والتفاؤل لنقوي نظامه المناعي، لننشط نظامه المناعي لكي يستطيع أن يواجه هذا المرض. هل لديك حل؟ هل لديك رؤية أفضل من العقيدة الإسلامية التي تغرس في قلب صاحبها القوة والتفاؤل والمحبة لجميع الناس والتسامح أيضا؟ يعني القرآن أيها الأحبة، سأخصص إن شاء الله لقاء عن التسامح، أكثر كتاب يعني يدفع المؤمن للتسامح، لأن أجر التسامح عظيم جدا. العفو والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، هؤلاء العافين الذين يعفون عمن أساء لهم، وعدهم الله بجنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. جعل الإنفاق واجبا وفرضا ويعاقب عليه، يعني الغني يجب أن ينفق على الفقير، ضمن حق الفقير. الله عز وجل ضمن حقك إذا كنت فقيرا، أمر الغني أن ينفق عليك. طب أين هذا في ظل الإلحاد؟ طبعا نحن سنخصص حلقة كل هذه الجزئيات، سنخصص حلقات عنها إن شاء الله لنتحدث بشيء من التوسع. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. انظر إلى قيمة التسامح في الإسلام، قيمة عالية. في الإلحاد يقول لك يعني تسامح لأن هذه نوع من أخلاق تعود عليك بالفائدة والخوخر انتهى. يعني لا، هناك فائدة دنيوية وفائدة في الآخرة، جنات عرضها السماوات والأرض، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يغفر الذنوب إلا هو، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن أيها الأحبة، الإسلام هنا ينجح في أن يجعلك سعيدا وأنت مريض. لا تستطيع قوة في العالم أن تحقق السعادة والتفاؤل لمريض سرطان أشرف على الموت إلا الإسلام. لا يمكن. إنسان سيواجه الموت، ماذا سيقدم له الإلحاد؟ هذا السؤال. إذا كان لديك رؤية أفضل من العقيدة الإسلامية، لا أسميها رؤية إسلامية، هي عقيدة لأنها هي الحق. هذا المريض الذي تفصله عن الموت ساعات، في ظل الإلحاد سينهار النظام المناعي بسرعة بسبب اليأس، سيترك كل شيء خلفه، الأولاد، سيترك
الزوجة، سيترك الأصدقاء، سيترك اللحظات الجميلة، لم يعد بإمكانه أن يستمع إلى الموسيقى التي يحبها بعد اليوم، لم يعد بإمكانه أن يعاشر المرأة التي يحبها بعد اليوم، لم يعد بإمكانه أن يرى المناظر الجميلة التي يحبها بعد اليوم. هذا النور سيختفي، سيدخل في عالم الظلام، في عالم مجهول بالنسبة له. هذا ما يقدمه الإلحاد لك أخي الحبيب. طيب الإيمان ماذا يقدم؟ لا، الإيمان مختلف تماما. الإيمان يقول لك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. انتظر، أنت ستموت بعد ساعات، ولكن هذا ليس موتا، ليس نهاية للحياة، هذا نهاية للحزن والخوف والمرض والأسى والألم، وبداية رائعة لحياة مطمئنة، لقاء مع الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أفواج من الملائكة تتنزل عليهم الملائكة. ماذا يقول؟ تقول الملائكة له، لهذا الذي يشرف على الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني يؤكد لنا أن الإنسان عندما يقترب أجله يرى مقعده من الجنة، المؤمن طبعا، والكافر يرى مقعده من النار. طيب أن ترى مقعدك من الجنة، جنات عرضها السماوات والأرض، إذا لحظة الموت هي لحظة فرح بالنسبة للمؤمن ليست لحظة حزن. فأنت كمريض، هذه العقيدة التي غرسها الإسلام فيك تقدم لك نظرة متفائلة لما بعد الموت، ستصبح فرحا بلقاء الله. عندما يموت المؤمن، إذا مات المؤمن يعني أو جاء أجل المؤمن، فرح بلقاء الله، أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. بينما الملحد إذا أتاه الموت كره لقاء الله وكره الله لقاءه. طيب كيف يكره لقاء الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا ذلك، أن هذا الملحد يرى مقعده من النار، يرى الملائكة بأبشع صورة، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، ولكن ملائكة العذاب ستأتيه. بينما لذلك تجد الملحد خائف، لأنه يسير باتجاه المجهول، لم يعد أحد من الموت ويخبرنا أنه لا شيء، لا، هو خائف مجهول. بينما المؤمن مطمئن، مطمئن سعيد فرح، على الرغم من آلامه هو متشوق للقاء ملائكة الله، رسل الله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن إذا اقترب أجله رأى مقعده من الجنة، ورأى هذا النعيم، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن أحبوا لقاء الله. لذلك أدعوك أخي الملحد أن تفكر لحظة، ماذا سيحدث بعد الموت بينك وبين نفسك؟ وجهة نظر إلحادية تقدم لك لا شيء بعد الموت، لا يوجد شيء. القرآن يقدم لك هذه الصورة الرائعة التي ستجدها يقينا بعد الموت، فأنت اختر الطريق الذي ستسير فيه. وكما أقول دائما، حتى لو كانت هذه الصورة التي رسمها الإسلام جدلا، يعني لو كانت وهمية هي الأفضل، على الأقل تمنحك تفاؤل لمدة أيام أو ساعات قبل موتك، تمنحك سعادة على الأقل، أفضل من الكآبة والتعاسة واليأس الذي يمنحك إياه الإلحاد في حالة الاقتراب من الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين قال الله تعالى فيهم: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،
إن الله لغني عن العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.